هناك الفيدرالية الأمريكية تعنى بدفع مبالغ كبيرة جدا جدا، نتحدث عن ملايين الدولارات، خصصتها الإدارة الأمريكية للاستثمار في الإعلام العربي. هذا موجود بالمعطيات وبالمعلومات وبالوثائق. كيف هذا؟ كيف وضح لي أكثر؟ وضح لي توجيه. نعم وضح لي. أنا اللي أفهمه أنه الإعلام العربي اللي يدعم الصهاينة أمواله عربية من النفط العربي، مثل مال دبابات الإسرائيلية اللي تقتل الأطفال في غزة، يعني تملأ من النفط العربي. طبعا طبعا. يعني اليوم دعنا نقول عزيزي الشيخ، هذه المعركة وبهذا السياق وبهذا المسار، وعلينا أن نتذكر زيارة ترامب إلى المنطقة وإلى السعودية تحديدا، وهذا المال الذي سلب بهذا الشكل الناعم، كأن هناك يعني ذكرنا للأسف بهذا العهد من الابتزاز بالعهود التاريخية أمام الملأ، أنك يجب أن تبقى على كرسيك، يجب عليك أن تدفع. هذه المقايضة العلنية كم كانت مخزية بهذا الفعل. وهذا الإطار، هناك من يمول ومن يدعم ومن يرسل المال بطبيعة الحرب، وهناك معلومات تتحدث أن هذه الحرب برمتها هي من تغطية عربية ومن تمويل عربي بحت. يعني المتحدة بس خلت وقف عندها، أستاذ إبراهيم، يعني الأموال هذه الحرب، يعني أموال الصهاينة وأموال الكلف اللي تتكلفها إسرائيل الآن في حربها تدفع من الأموال العربية. من هي الدول؟ اسأل اليمن الذي فرض حصارا على كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ سنوات من التاريخ لم نشهد هكذا وقفة عربية مشرفة. اسأل اليمن عن الحصار الذي فرضه على الموانئ الإسرائيلية وعلى السفن الإسرائيلية، وحتى ذهب أبعد من ذلك إلى توجيه ضربات إلى حاملة الطائرات الأمريكية بما من شأنه أن يغير وجه التاريخ في هذه المنطقة. واسأل من سارع إلى فتح موانئه وأمن كل هذا الترانزيت إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.